هيدي قصيدة عملتها للبروفيسور يوسف نعيم رفول بترقيته لرقم 2 بالعالم من بين 750 ألف بروفيسور بالمات يلي تخرج من جامعة أوهايو بمدينة دايتون. بقول له يلي نحن كتير أخوته ونفتخر فيه، بقول له يا حرف الأبجد افتخر باسم أمي وأبي وأخي، غزيت العالم بحرفي الأبجدي وكتبت للكون بكتابي، من قلم لبناني انطلق حرفي، خمسي جمع تلاتي بيعملوا تمانية، أنا لبناني ابن فلاحي خلقت نار العلم بوجداني. يسوع المسيح اسمه من حرفي انكتب، عتلال الجلجلي وعالصليب انصلب، عذرا العذارى تحت الصليب بكت، حرف بعد حرف يسوع الناصري انكتب، جف الحبر من قلمي أنا وعم بكتب كتابي، جف الحبر من قلمي أنا وعم بكتب كتابي، رجعت عالبيت وكت بالخوابي، لملمت ما تبقى بالزوايا من دموع أمي وبيي الغنية، لملمت ما تبقى بالزوايا من دموع أمي وبيي الغنية، اشكيت اشكيت القلمي عن همي، شكيت القلمي عن همي ووجعي لغياب أمي وبيي عني، طلبت الأمي والبي مأذونية ورب الكون يلطف علي، أنا البروفيسور يوسف، أنا البروفيسور يوسف رقم 2 بالكون من بعد الله بحل القضايا، أنا يوسف بقلمي الأخرس حكيت وعلمت كل البرايا، أنا ابن أمي، أنا ابن أمي لشط الصخر وعملت من حرفه للبنان وللكون مرايا، أنا ابن نعيم الفلاح تحت البرد والشتي والتلج تحدى العصايا، أنا وأخوتي تماني قبلنا مع بي التحدي لكن بعشر وصايا. وبقول لك أنا وأخوتي مبروك، وإن شاء الله عقبال ما تكون رقم 1 بالعالم. باي.